السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ هانيين، نتمنى ان شاء الله تكونوا هانيين وبخير وعلى خير بصحه جيده، يلقاكم هذا الفيديو بخير. المهم البنات، انا غندير لكم اون طارت صالي، هذه طارت بالبطاطا. انتم كتشوفوا كيلو ديال البطاطا مقطعينه بحال هكا اللي غنطيبوه. عندنا واحد الورقه ديال الباتا فيتي، ها هي البنات. عندنا واحد ستامبو غنوجدوه لان غنديروا فيه لاطارت، شويه الفرماج ديال غرانادا بادانا اذا عندكم اي فرماج عندكم محكوك. عندنا الفرماج موتزاريلا او لاسكاموسا ولا الفرماج اللي كاين ايمينتال ولا ايمينتال ولا اللي كاين، المهم اللي عندكم في الدار ولا موتزاريلا اللي كاين ديروه. وعندنا هاد ديك المدخن هذا راه كيكون عند تواركه، اللي الدريات اللي كاينين في فرنسا راه كاينين عند تواركه. مهم عندنا واحد جعريشات ديال غومارا اليازير، وعندنا شويه البزار شويه الملحه، وعندنا بطاطا اللي غنقطعوها لهاد الشرائح بحال هكا البنات، بحال هكا شرائح رقاق اللي غادي نزوقو بهم. وغندوزو دابا ان شاء الله البطاطا اللي غنسلقوها، غيكون الماء طايب، شويه الملحه، البنات غادي تسلق، ملي تسلق ان شاء الله غادي نطحنوها وغنديروا لها دوك المواد داكشي الاخر. البنات من بعد ما قطعت البطاطا شرائح بحال هكا رقاق، ها نتوما شوفوا خاصها تكون بحال هكا رقيقه. غنزيدوا شويه الملحه، شويه الملحه، شويه البزار، هاد اليازير بحال هكا، روزمارينو، هاد لوليو، شوية الزيت، ونخلطوهم بحال هكا. وغادي نبداو البنات نزوقو بهم، نبداو نديروهم في هاد ستامبو هذا. بحال هكا نحطو وحدة على وحدة باش في اللخر تجينا النتيجة زوينة، غتجينا تجينا رائعة. بحال هكا خليتو بلاصة خاوية، كنظنكم فهمتوا البنات بحال هكا. ومن بعد ان شاء الله ملي غطيب ليا البطاطا الاخرى اللي سلقت راها كتسلق، غادي نوريكم اشنو غنديروا في الاخر بحال هكا. يلا ان شاء الله غطيب ليا البطاطا وغادي نطلق البنات. هانتوما ها هي طابت البطاطا ديالنا، غادي نمعسوها بحال هكا. هانتوما شوفوا هاد الطاوة كيفاش درت ليها بحال هكا بطاطا. نمحسوها مزيان،
حنا شعلنا الفران البنات على درجه 200 حراره من الحراره دغري شي ساعه ان شاء الله تكون واجده. من بعد نقول لكم بالضبط شحال خدات ليا. غادي نزيدو شويه زيت، نزيدو البنات نسيت ما قلت لكم واحد شويه الحليب، واحد طوي نص طويصه ديال القهوه ديال الحليب نديروها هنا، نزيدو شويه الفرماج. شويه البزار، ندوقو على الملح ياهتك. دابا نديرو ليها بحالك، ندير واحد الطاج بحال هكا، شوف البنات غنلوحو الفرماج الفرماج اللي كاين عندكم ديروه، موتزاريلا ايمنتال اللي عندكم ديروه، انا درت سكاموسا لان عندي، وغنديروا هاد الكاشير هذا. هوبلا شطلت وحده، غادي نديرو هاد عاوتاني طاج اخر، هانتوما الناس من بعد ما سرحناها مزيان غنديرو ليها هاد طاتفيلتي، نديرو ليها بحالك، نسدوها بها، ماشي مشكل، هذه كتبقى لتحت، هاد لاطاخت هاد الورقه كتبقى لتحت. المهم كنتقبوها البنات، صافي دابا كنديروها في الفران، في الفران كنديروها ان شاء الله غطيب ونطلق. ها هي طابت دابا، غادي نخرجوها من الفران ان شاء الله وغادي تبرد ونقدموها بالصحه والسلامه. هانتوما البنات بعد ما خرجت من الفوق قلبناها، نحيدو لها البابي. شفتوا واحد الريحه يا البنات ما نقولش لكم، عاطيه يزير ريحته رائعه، جات معسله بحال دايره فيها العسل. شفتوا البنات دابا البنات غادي نقطعوها، نقطعها معاكم بسم الله ما شاء الله.
فرماج ولا لا ولا لا شفت النص غنديرو ليها بحال هكا البنات هانتو غادي طيح شتو البنات هانتو كتجي رائعه. هذه فكره البنات للعشاء للغدا. شوفوا كي كتجي من الداخل. هذه فكره رائعه للعشاء للغدا. عطيتكم فكره باش نتوما يلا باش عطيتكم ندير واحد شويه طوماط واحد شويه روكولا هانتوما البنات وها عشاكم موجود. كي جاكم البنات كي جاكم ماشي زوينه هادي. شوفوا الفرماج كيفاش كيهبط. هذا هو الفيديو ديالنا البنات بحال كامونبير بحال كامونبير البنات. هذا هو الفيديو ديالنا. كانت هاد التورته المالحه اقتراح العشاء ولا غدا ولا اللي كان. كنتمناكم البنات تجربوها وتخليوا لي في الكومونتير واش عجباتكم وجاتكم زوينه. انا اكيد غادي تعجبكم. المهم هذه فكره العشاء. تبارك الله عليكم وكنتمناكم اللي ماشي مابوني تابونا عاونوني باش نمشي لقدام ولايكي وخليوا لي كومونتير وشكرا على هاد الفرجه الممتعه.